هام وعاجل. التنسيق المصري السوداني الأخير في أمريكا قبل ضرب سد النهضة، ومهم ما هو سلاح الرب القتالي الذي أعلن الجيش المصري امتلاكه. وفي مفاجأة للجميع، رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة إلى مصر بخصوص سد النهضة، وعاجل في صدمة بايدن يرقع لمسؤولة إسرائيلية. ننشر لحضراتكم التفاصيل. في البداية صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ في تفاصيل أول خبر معانا، وهام وعاجل. التنسيق المصري السوداني الأخير في أمريكا قبل ضرب سد النهضة. ذكر بيان للخارجية المصرية أن وزيري خارجية مصر والسودان خلال لقائهما في نيويورك عبرا عن رفضها لبدء إثيوبيا عملية الملء الثاني لسد النهضة، ووصف الخطوة بأنها تصعيد خطير. البيان أشار إن لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي كان استمراراً للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد يوم الخميس 8 يوليو 2021 بناء على طلب من مصر والسودان. البيان أوضح أن الوزيرين اتفقا على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاثة ويحفظ حقوق دولتي المصب من الأضرار على مصر والسودان. الخارجية المصرية أفادت بأن الوزيرين أعربا عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء الثاني لسد النهضة، لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة في سنة 2015، وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة. المصدر معنا كان من الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على فيسبوك. أترك لحضراتكم التعليق، وإن شاء الله سد النهضة هيتضرب، والأيام القليلة القادمة يعني هتبين لنا ما سيحدث. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو. يلا ندخل على تفاصيل الأخبار. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ومهم ما هو سلاح الرب القتالي الذي أعلن عنه الجيش المصري امتلاكه. قال قائد القوات البحرية المصرية أن قاعدة تضم القوات المسلحة المصرية أعلنت امتلاكها 28 ربا قتاليا في قاعدة 3 يوليو الجديدة، والتي تم افتتاحها في مصر منذ يومين. قال قائد القوات البحرية المصرية أن قاعدة تضم فرقاتتين تراس فريم بريجماني وفرقاتة مصرية الصنع تراس جو ويند وغواصة طراز 209 و10 لانشات مرور ساحلية بعيدة المدى و4 لانش مرور ساحلي 28 مترا و28 ربا قتاليا مدرعا لقوات الخاصة ولانش قاطرة، مشيرا إلى أنه سيتم مشاهدة استخدام هذه الوحدات في إطار فعاليات المناورة الاستراتيجية التعبوية للقوات المسلحة قادر 2021. سلاح الرب القتالي. وبالبحث تبين أن سلاح الرب القتالي هو بالإنجليزية RIB، وهي تعني قارب صلب قابل للنفخ، وهو قارب خفيف الوزن ولكنه عالي الأداء وعالي السعة غير قابل للغرق، ومصمم بقاعدة هيكل صلبة متصلة بأنابيب هواء جانبية يتم نفخها بالهواء إلى ضغط مرتفع لإعطاء الجوانب صلابة مرنة على طول جوانب القارب. وتستخدم القوات الخاصة أو الضفادع البشرية هذه القوارب في المهام السريعة، بالإضافة إلى القيام بأدوار الدوريات
ونقل قوات بين السفن أو على الشاطئ وقوارب النجاة. تعتمد السرعة القصوى للقارب على وزنه الإجمالي وقوته وطوله وشكله الجانبي وظروف البحر. من المحتمل جدا أن تبلغ سرعة القارب 30 عقدة في الثانية مع 6 ركاب. المصدر معنا كان من RT، تحية طيبة لقوات البحرية المصرية وهذا السلاح المهم. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة للجميع، رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة إلى مصر بخصوص سد النهضة، رسالة خطيرة. رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد دعا مختلف دول العالم إلى الاعتراف بالنية الحقيقية لبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير. رئيس وزراء إثيوبيا قال خلال رده على الأسئلة التي طرحها أعضاء مجلس نواب الشعب حول مختلف القضايا الحالية في إثيوبيا إنه يدعو الدول إلى إدراك أن إثيوبيا ليس لديها نية لإيذاء الآخرين سوى تلبية احتياجاتها من الطاقة. أوضح أن الشيء الوحيد الذي تريده إثيوبيا هو تلبية طلب البلاد على الكهرباء دون تشكيل تهديد على دول المصب. أشار أن مصلحة إثيوبيا هنا هي فقط تلبية الطلب الإثيوبي على الكهرباء وتقليل مخاوف السودان ومصر وتحقيق السلام الدائم والازدهار لمنطقتنا. رئيس الوزراء قال ان زراعة مليارات الشتلات في اثيوبيا والسودان ومصر يمكن ان تكون سببا للحصول على مياه اكثر مما تحصل عليه بالفعل. اوضح ان مبادرتنا الخضراء ستساعد على زيادة كمية الامطار والمياه وكذلك تقليل الفاقد المائي الذي يمكن أن يضمن الأمن المائي لنا وللآخرين في المنطقة، ونريد فقط السلام والازدهار، نحن على استعداد لريادة مسارات جديدة والعمل معا. وفي هذا الأمر قال أبي إن دول العالم يجب أن تدرك حقيقة أن إثيوبيا ليس لديها نية لإيذاء الآخرين بل تطمح بدلا من ذلك إلى تنمية مشتركة بالتعاون. المصدر معانا كان من وكالة الأنباء الإثيوبية. طيب يا عم أبي أحمد، أنت شايف أن سد النهضة ده يعني سليم ومش هيضر مصر والسودان، ليه مش عاوز توقع على اتفاقية ملزمة لعملية الملء والتشغيل سد النهضة؟ طب ليه طلعت يعني المتحدث باسم وزارة الري الإثيوبية على الجزيرة يقول أن احنا ليه لأ ما نبيعش مياه النيل؟ طبعا إثيوبيا وبياناتها الآن يعني خايفة جدا من مصر، رد فعل مصر، ولكن يعني إذا ما وصلناش لاتفاق قانوني ملزم وعاجل سيتم ضرب سد النهضة بكل بساطة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل لخبر آخر معانا وعاجل في صدمة، بايدن يركع لمسؤولة إسرائيلية ننشر الآن التفاصيل. أحدثت صورة ظهر فيها الرئيس الأمريكي بايدن راكعا أمام ريفيكا ريفتز مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفيلين، ضج على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. وبحسب موقع كيكار العبري فإن الصورة أظهرت انحناء بايدن على ركبتيه أمام رافيديز والتي تنتمي لطائفة الحريديم اليهودية المتشددة. وأضاف أن بايدن قام بهذه الخطوة بعد أن أخبره ريفيلين أن ريفتيز أم لـ 12 طفلا فما كان منه إلا أن انحنى تقديرا له. وانتشرت الصورة بين الأمريكيين على وسائل التواصل حيث وصفها الكثيرون بأنها صورة الأسبوع. المصدر معانا كان من RT وكيكار، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، يعني بالنسبة لي المضحك جدا واللي يبين لك مدى يعني العلاقة بين أمريكا وإسرائيل. هي علاقة مش طبيعية، يعني علاقة يحكمها الشيطان، وده وجهة نظري، ولو عند حضرتك وجهة نظر أخرى أتمنى تكتبها لنا في التعليقات. وجينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، يعني أتمنى ما كنش تقلت على حضراتكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.